وللحديث عن تواصل عمليات الاغتيال التي تطال المتظاهرين وموقف الحكومة الحالية منها، معنا من فيينا السيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك معنا أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا، تحياتي لكم. حياكم الله. في البداية، كيف تنظرون إلى وضع الحريات في العراق بصفة عامة، ولا سيما ما يتعلق بعمليات الاغتيال التي تطول المتظاهرين في العراق؟ الاعتقالات والمتظاهرين بالعراق واعتقالات المتظاهرين والانتهاك على حقوق الإنسان في طيلة الفترة من 2003 ولحد هذه اللحظة، وتتزامن هذه وتتزايد وتتصاعد هذه، وحتى في مظاهرات تشرين احنا رأينا كمنظمات حقوقية كيف أتم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالأسلحة والقناصة، وهذا ما نشرته صحف العالم أجمع ووسائل الاتصال الاجتماعي أيضا. نعم. ورصدتها المنظمات الحقوقية في داخل العراق، ومن ضمنها الأمم المتحدة أيضا نشرت على الانتهاكات لحقوق الإنسان في زمن عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق. وهذه الاعتداءات كانت اعتداءات يقال عنها في ذلك الحين أنه أجهزة غير منضبطة، يعني معناتها الدولة لا توجد دولة تسيطر على المؤسسات العسكرية والأمنية على هذه المؤسسات وتقول هذه عمليات غير منضبطة. نعم. وخير دليل أنه رئيس الوزراء هادي العامري أقاموا بعض العراقيين على شكوى في فرنسا من خلال هذا الموضوع اللي صار، القتل والانتهاكات لحقوق الإنسان في هذه الفترة الزمنية الذي كان يحكم بها الدكتور عادل عبد المهدي. نعم. طيب أستاذ ضياء، ما المسوغات لهذه العمليات، عمليات الاغتيال؟ بطريقة أخرى، ما الخطر الذي تشكله أو يشكله المتظاهرون على السلطة وعلى الميليشيات؟ إذا كنا نتحدث فقط من شباط الماضي حتى منتصف نيسان الحالي، نحن نتحدث عن 16 محاولة اغتيال وعملية اغتيال خلال يعني أقل من شهرين. لماذا؟ حقيقة هي بدأت الاغتيال حتى في الصحفيين والإعلاميين والناشطين، حتى ولو كانوا خارج نطاق الساحات التظاهر، يعني يترصدوهم ويغتالوهم في الأماكن وفي الأزقة، وهذه معروفة عن الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة العراقية بدعم ومشاركة الميليشيات التي تأمر بأمرة أجنبي، أنا أقصد فيها بأمرة ولاية الفقيه الإيرانية. هذه العمليات لأنه ساءت سمعة الحكومة العراقية والسلطة العراقية والأجهزة الأمنية، تحاول دول العالم المتعاطفة أو المتعاطفة مع الاحتلال الغاشم الأمريكي للعراق حتى تحسن وضعية الحالة السياسية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية الموجودة المتدهورة في العراق. لا يمكن تحسين هذه الحالة لأنه الحالة تبدأ الانتهاكات ليست بالاعتداءات على حقوق الإنسان، الانتهاكات الذي يتعرض لها المواطن العراقي في جميع سلوك الحياة، في التعيين، في الوظيفة، في الكهرباء، في المي، في الصحة، في الطرق، في معاملته، في إقضاء المعاملات البسيطة، في كل مظاهر الحياة، الدولة، كل هذه المكانات هو يستغل المواطن العراقي في كل العراق. نعم. طيب من ناحية أخرى أستاذ ضياء، عندما يتهم سياسي كبير كحيدر العبادي رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بقتل المتظاهرين بدم بارد كما قال، إلى أي مدى يؤكد ذلك أن الحكومة شريكة إلى جانب الأحزاب السياسية والميليشيات في القضاء على الحراك الشعبي وفي استهداف المتظاهرين بالقتل والاعتقال؟ الدكتور حيدر العبادي هو ليس شخصية عادية، هو كان رئيس الوزراء وهو من حارب داعش ومن انتصر على داعش
إذن هو شخصية سياسية عراقية يترأس مجموعة كبيرة، وهو فاز في الانتخابات العراقية، لذا يسمى بهذه الانتخابات. هو يتكلم على عادل عبد المهدي بهذه الصيغة لأن هو يعرفه أكثر من أي جهة تعرفه في هذا المكان، لأنه هو سلمه الإدارة، هو سلم الأمر إلى عادل عبد المهدي، معناته هو يعرف الأمور ماذا تدور، وهو الكلام مالته كلام منطقي، وهو بالتأكيد لا يتكلم عن الهواء وإنما يتكلم بإثبات وبأدلة، وهذه الأدلة هو يقول بدم بارد أتم قتل العراق، قنص العراقيين وقتل العراقيين. إحنا نطالب بهذه المعلومات الذي هو استند عليها كرئيس وزراء، بأي معلومات استند وقال، ولو هي المعلومات موجودة ومثبتة أنه هذه العمليات الإجرامية، بس نريد واحد من داخل البيت أو من داخل الحكومة العراقية أنه يوجه الاتهام إلى هذه الحكومة العراقية بالقتل والاعتداء على العراقيين الأبرياء الذين يطالبون بأبسط حقوق المواطنة. نعم. طيب، حتى تهمة أو اتهام المتظاهرين بالعمالة الذي طبعا كانت تقوم بها الأحزاب السياسية والميليشيات لاغتيال المتظاهرين، قال عنها العبادي بأنها اتهام غير صحيح. والله هو العبادي يعرف جيدا، الدكتور العبادي هو رئيس الوزراء سابق في العراق، وهو يعرف جيد من هو العملاء، هو واحد من العملاء الذي دخلوا مع الاحتلال الأمريكي. أنا ما أعرف من المتظاهرين الموجودين في ساحات التحرير أو في كل ساحات العراق الموجودة في وسط وجنوب العراق بأي عملية أو بأي مشاركة مع الدعم الأجنبي، هم أجوا تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي والأمريكان سلموا لهم العراق. يعني حقيقة من نور المالكي إلى كل ما هم موجودين، هم أجوا ودخلوا ومدحوا الجيش الأمريكي وباركوا بالجيش الأمريكي باحتلال العراق. نعم. يعني هذه حقائق، هم العملاء، هم من قتلوا العراقيين مع الأجنبي وقاتلوا شكراً. العراقيين مع شكرا الأجنبي. لك الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان من النمسا، شكرا لك.